بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم وجبة من مطبخ أم باسل. معانا طبق جديد النهاردة، معانا تشيكن وينجز بصوص البافلو، أو الفراخ بتاعتنا بصوص البافلو زي ما انتم شايفين كده. صوص البافلو كلنا طبعا بنحبه، ولادنا بيحبوه بياكلوه في المطاعم، وكمان معاه اللي هو الصوص بتاعه السبايسي، شوية بطاطس. يعني طبق بقى من الآخر حكاية يا جماعة. بصوا شايفين بقى الفراخ بقى والصوص فيها عامل ازاي، تحفه يا جماعه. هنعمله ان شاء الله بطريقه بسيطه وسهله قوي، مش هتخليكي تغيبي فيه باذن الله. قبل ما نروح نشوف الطريقه والمقادير، بتمنى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ ام باسل. يلا بينا مع بعضينا نعمل تشيكن وينجز بصوص البافلو ده، يلا بينا. مقادير النهارده انا عندي اللي هي الجوانح بتاعه الفراخ، بس انا لما جبت الفرخه وقطعت منها الجناح ما قطعتش الجناح بس لوحده، انا قطعت حته من الكتف اللي هو بتاع الصدر، تمام؟ او زي ما انتم شايفين كده كلها، علشان اما حد يجي بس الولاد ياكل ولا حد يجي ياكل يعني يلاقي حاجه ايه ياكلها، ما يبقاش الجناح بس لوحده زي ما انتم شايفين كده. انا يعني حوشتهم. كل ما تجيبي فراخ اقطعي الجزء ده كده وحوشيه في كيس لغايه ما تعملي ايه كميه كده زي ما انتم شايفه، تمام. وعندي 4 معالق نشا وكوبايه دقيق، وعندي بهارات فراخ، معلقه صغيره ومعلقه ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره بابريكا، تمام. هجيب بقى كيس عندي عشان نسهلها على بعض كده، وهروح حاطه النشا بسم الله، وادي الدقيق ده بس عشان عايزين ايه يعني ننجز وقت ما نغيبش يعني، اهو نضرب كده مع بعض. ونروح جايبين التوابل اللي احنا قلنا عليها دي اهي، ونقلب كل الحاجات دي كلها كده في قلب بعضها، نخلطها كلها كده في بعضها، تمام. وهبتدي بقى هقول بسم الله، واروح حاطه بقى الجوانح بتاعتي او التشيكن وينجز، واروح عامله كده. بصوا حطي بقى كميه، ما يجرش حاجه، ما هو كده كده عندك كميه ايه في الكيس كبير، بس اهم حاجه تدخلي فيها هوا كده علشان تعرفي تعمليها كويس كده. تفضلي بقى ايه قلبي كله. دي اسلم طريقه ان انت تخلطي الدقيق مع الفراخ بالطريقه دي، لو انت كمان هتحمريها بس. وكمان في حاجه تانية، لو عندك علبه بلاستيك ممكن تحطي فيها وتغطي بالغطا بتاعها وتروحي مطلعها على طول. بصوا طالع معايا ازاي، مفيهوش اي مشكله خالص، ولا تعبت نفسي ولا بهدلت الدنيا ولا اي حاجه. ننفضه من الدقيق كده خالص اهو، انتوا شايفين شوفوا، وكله كمان متغطي، يعني مفيش حاجه مش متغطيه عندي في الفراخ. بصوا في واحده تانية اهي، اهم حاجه خرجي كل الكميه اللي انت حطيتيها اهي بالشكل ده كده، شايفين كلها متغطيه ازاي من كل ناحيه اهو. هعمل باقي الكميه كلها بتاعتي بالشكل ده كده، وهنيجي نكمل مع بعض. دلوقتي احنا خلصنا الفراخ بتاعتنا اهي، تبيناها كويس، تمام. هنعمل ايه، عندنا بقى زيت سخن ويكون كتير، وهنقول بسم الله، وهنحط الجوانح بتاعتنا بسم الله، وهنبتدي نحمرها كلها بالشكل ده كده. واخر لما اخلص بقى تحميرها في اخر طاسه هنبتدي نعمل الصوص مع بعض كده. حبايبي انا بعمل اخر طاسه خلاص، شايفين لونها جميل ازاي. هبتدي نعمل الصوص مع بعض. بصوا ادينا قلبتها اهي، نبتدي بقى نطلعها. بصوا مقرمشه بقى وكمان وجميله، لو عملناها كده للولاد من غير الصوص كمان هتبقى حلوه قوي، بس الصوص ولادنا بيحبوه كمان، بيدي طعم حلو قوي. بصوا كده تمام، انا خلصت. هبتدي بقى هشتغل في الصوص بتاعي. زي ما انتم شايفين انا عندي معلقه زبده، عندي معلقه الزبده اهي. انا قربت لكم بس الحله عند العين عشان تبقى باينه عندكم. ادي معلقه الزبده، سيبها لما تسيح. هنبتدي بقى دلوقتي انا عندي صلصه، تمام. هحط
ثلاث معالق كبار صلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 ادي 3 تمام. هدش مني هنا جزء من الصلصة. بعد كده عندي كاتشب اي نوع انت بتستخدميه. هنحط برضو 3 معالق كبار كاتشب، 3 بالظبط. 1 ادي 2 ادي 3 تمام. عندي كمان انا عندي شطه، لو مش عايزه تحطي الهوت صوص براحتك زي ما انت عايزه اهو. هنحط شويه كده يديله طعم جميل. احط برده معلقه اهو تمام. هحط معلقه صويا صوص. خلي بالكو من الحاجات اللي انا بحطها، هذه معلقه صويا صوص كفايه، معلقه واحده، معلقه. حط معلقه خل، معلقه خل تمام. هقلب كل المكونات دي بقى مع بعض. بعد ما قلبتها هنجيب عسل ابيض، هحط معلقه عسل ابيض. طبعا كل المقادير بنفس المعلقه اهو تمام. بعد كده انا عندي التوابل بتاعتي بقى اللي هحطها. بصوا بمعلقه صغيره كده، انا جايبه لكم بس حجم المعلقه اللي انا حطيت بيها عشان ايه تعرفوا المقدار قد ايه. معلقه ملح، وخلي بالكم ان احنا حاطين في التتبيله او البطانه بتاعت الجوانح ملح وفلفل، ملح وفلفل، بصل بودر، توم بودر، 7 بهارات، معلقه سكر، بابريكا تمام. كل ده هننزله على الخلطه الجميله اللذيذه بتاعتنا، او الصوص البافلو اللذيذ اللي ولادنا كلنا بيحبوه تمام. هقلب دول كده، وطي النار عشان لسه كمان هنحط حاجه تاني. عندي معلقه نشا تمام، هحط عليها، هحطها على كوبايه ميه. ادي معلقه النشا على كوبايه ميه، هدوب كده تمام، وهبتدي احطها على الصوص بتاعي اللذيذ اهو. بسم الله. ابتدي بقى دوقي وشوفي انت محتاجه للصوص ده ملح ولا مش محتاجه له ملح. اقلب كله مع بعضه كده لغايه ما الصوص بتاعي يتقل كده. خلاص الصوص بتاعي جاهز زي ما انتم شايفين، تقل وبقى زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد منه شويه علشان انا عايزه اخليه سبايسي اكتر من كده. في ناس بتحب عندي في البيت سبايسي، وناس ما بتحبش سبايسي، فانا هاخد كده علشان اخليه بقى ايه سبايسي ايه فظيع. ممكن بقى هنركن الصوص على جنب لغايه ما احمر بطاطس علشان ايه تبقى الاكله بتاعتي كلها كامله مما جميعا. خليكم معايا. يلا حبايبي خلصت كل حاجه وجهزت كل حاجه. ناقص عندي بقى ان انا يعني اكمل بقى الاكله بتاعتي. هحط الجوانح بتاعتي اهي، طبعا سامعينها هي مقرمشه ازاي. وادي الصوص بتاعي اهو، اقول بسم الله واروح مفضياه على الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهديها تقلبتين. انا على فكره دقت الصوص بتاعي حسيت ان هو محتاج سنه ملح، فاديت له شويه ملح صغيرين، عشان كده بقول لكم دوقوا الملح زي ما انتم عايزين تمام اهو. وهبتدي بقى اقلب الفراخ بتاعتي في الصوص كلها كده علشان اخليها تتشرب كلها في الصوص اللذيذ ده تمام كده. بصوا شايفين كلها كده، خليها تبقى غرقانه في الصوص ده بالشكل ده كده. شايفين حبايبي الصوص بتاعي ابتدى يغلي اهو، وانا حطيت الفراخ بتاعتي كلها في الصوص زي ما انتم شايفين. اخر مرحله عندي هعملها، هجيب نص كوبايه ميه بس كده، وهسيب الفراخ بتاعتي بقى تغلي غلوتين كده
مع الصوص اللذيذ ده، وكده تبقى خلاص جاهزة للتقديم. اخر مرحلة اللي انا قلت لكم عليها دي، تمام. سيبوا بس يغلي شوية كده، وبعد كده يلا عشان نقدمه بقى ونشوف الطعم اللذيذ والجمال والحلاوة بتاع اكل المطاعم يا ام باسل اللي ولادنا كلهم بيحبوه من بره. يلا حبايبي الطبق بتاعنا جاهز، يلا نشوف هنحط بقى هنعمل ايه. ادي الصوص الحار اللي انا قلت لكم عليه، خدت شويه من الصوص البافلو وعملته سبايسي. نبتدي بقى نحط الطبق بتاعنا الجميل اللذيذ ده ونزينه كده شويه علشان يفتح نفسنا. شايفين الجمال؟ يعني الريحه بقى مش قادره اقول لكم، والله الطعم بقى حكايه تحفه يا جماعه، حاجه كده من الاخر تحفه. بصوا شويه بقى صوص عليها كده، الله الله على الجمال وعلى الحلاوه وعلى حركاتك وعلى تكاتك يا ام باسل. هعمل بس ايه، نزين الطبق بتاعنا كده، ننضفه كده عشان ميبقاش ايه ملحوس. الطبق بتاعنا حبايبي جاهز اهو، حبيت بقى احط عليه شويه بقدونس كده من فوق. والله هو مش محتاج ديكوريشن ولا اي حاجه خالص يا جماعه، يعني هو بيتكلم لوحده كده، مش محتاج اي تزويق علشان نقول له كلنا او علشان ناكله. بصوا شايفين، شايفين الجمال والحلاوه، يعني مش قادره اقول لكم، حاجه تحفه يا جماعه. يعني عايزين كمان ندوق ونشوف بقى الحركات والتكات بتاعتك يا ام باسل، وعلى الطعم بقى اللذيذ الجميل. بصوا شوفوا الفراخ مستويه، شايفين مع الصوص بقى الخطير ده كده اهو مع الهوت صوص، بجد تحفه. شايفين يا جماعه الفراخ؟ شايفينها مستويه وزي الفل، ما فيهاش اي حاجه، بجد بجد رائعه. يا ريت يا ريت تجربوها بالطريقه دي، ولادكم هيحبوها جدا جدا. انا كده خلصت، مستنيه تعليقاتكم الجميله، مستنيه رايكم الجميل، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ ام باسل. واشوفكم على الف خير ان شاء الله في حاجه سهله وسريعه من مطبخي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.